بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أمين. يعني أهلا بيكم في الكورس الأول في النقابة تقريبا للإيكو. وأحسن حاجة في الكورس ده إن هو يعني إيه معايا أخويا وحبيبي وأخويا الكبير يعني دكتور محمد زايد، وإن شاء الله الكورس ده هيبقى معانا كمان يعني سبيكرز اكسبرت سبيكر زي ما بيقولوا، اساتذه قدام في جامعه الزقازيق وعندهم من الاكسبيرينس في الايكو. يعني انا شخصيا لسه ما وصلتهاش، لان هم اكيد عدى عليهم كم حالات شافوها غير اللي احنا شفناه في الايه في سنين الاكسبيرينس بتاعي. النقطه الثانيه هيبقى ان شاء الله معانا هاندز اون هنحاول نظبطه بحيث يبقى الناس كلها طالعه يعني ايه مرضيه، يعني الناس هتمسك البروب بايديها ونمشي واحده واحده. النهارده هنتكلم عن محاضرتين، المحاضره الاولى اللي هو الديفايس سيت اب، المحاضره الثانيه اللي هي البيزك فيوز ازاي نجيبها وازاي ان احنا ايه نتعامل معاها ان شاء الله. طبعا بالنسبه للايكو يعني بالظبط احنا عاملين زي الميكانيكي والمهندس. الميكانيكي بيحل ويربط وهو ونصيبه، يعني ايه رأيك كده اما نوطي الزرار ده نرفع الزرار ده، انما المهندس عارف. يعني كنت مرة خدت العربية الميكانيكي ومعرفش كانت الطنبورة ولا ايه اللي بايظة، فقال بص يا باشا احنا هنحل ونشوف، وغيرني وكلفني حاجات ب 2000 جنيه، وطلع اللي محتاج يتغير ايه مش عارف صامولة ولا مسمار ولا ايه. انما المهندس فاهم، المفروض ان هو فاهم، بيخش بيشخص بالظبط كده، بيظبط السيتنج على الايه على الحته اللي هو عايزها بالظبط. طيب احنا بقى عايزين نكون في الايكو زي المهندس ده. طب هو مين المفروض يعمل ايكو؟ يعني هل بتاع القلب بس هو المفروض يعمل ايكو؟ لا، المفروض اللي يعمل ايكو اي انسان طبيب بيتعامل مع مريض ايمرجنسي لازم يعمل ايكو. يعني ما تبقاش انت موجود والعيان شوكد والايكو موجود وانت مش عارف تبص على العيان تعرف ايه سبب الشوك عشان تتعالج معاه. ما يبقاش انت في طوارئ وعيان سسبكتنج اورتيك دايسكشن ومعاك ايكو في المكان وبتاع القلب مش موجود، ما تبصش تشوف فيه دايليتد اورتيك روت ولا لا، ده هيفرق معاك. يعني لو كان اورتيك دايسكشن وحضرتك رحت مديله 4 اسبرين واربعه بلافكس واثنين اتور وكليكسان، اعتقد كده الدنيا مش هيكمل، انت كده بتقضي عليه وبتموته. انا بحب الوصفه ايه؟ بحب انت ايه؟ فاميلي فيزيشن. وفي دكاتره كارديو ثوراسيك، واعتقد في شيست ولا ما فيش شيست؟ لا ده كارديو يا باشا. طيب فاحنا يعني ايه المسؤول ان هو يعمل ايكو في الامرجنسي، اي حد شغال في الامرجنسي يعمل ايكو. طيب في الاوت بيشنت كلينك يبقى معاك ايكو تبص بيه بحيث ان انت تسهل على نفسك الدايجنوز بتاع الحال. ما تبقاش انت مثلا ماشي مع العيان والعيان ده يطلع فالفولر، او العيان ده يطلع عنده سبب للديسنيا اللي انت بتتعامل معاها وانت ما تعرفش تتعامل معاه لانه ازماتيك او ان هو شيست او ان هو سي او بي دي او كده. لازم ان انت تبقى معاك ادنى، ولكن النقطه بقى ان انت هاو تو ان انت تطلع ريبورت، اعتقد دي بتبقى محتاج ان انت يبقى عندك يعني ليفل اوف اكسبيرينس ان انت تطلع ريبورت يتاخد عليه قرار. يعني ما ينفعش مثلا هتعتمد على حد صدر بيعمل ايكو انك تفتح عيان وتعمله. ده احنا جوه الكارديولوجي انا بيبقى معايا حالات كونجنتال، ابعتها لواحد زميلي بيشتغل كونجنتال اقول والله انا مش فاهم ايه اللي بيحصل، ده ايه الكومبلكس كونجنتال ده، مين دخل على مين، عن اذنك اطلع على المركز الفلاني الدكتور فلاني ده اكسبيرينس في الكونجنتال ده. حالات تانية مثلا بره الايكو واحد عايز ابليشن مثلا، ابعته لحد زميلي جوه الكارديولوجي علشان يعمل له ابليشن او يعمل له الكتروفيسيولوجي ستادي. تمام، فان انت تطلع ريبورت لازم يبقى معاك اكسبيرينس كبيره عشان ان انت لما تطلع ريبورت تبقى قد الريبورت ده. انما استخدام الايكو ديفايس فور دايجنوزس في العياده في الامرجنسي ده فور اول، اي حد بيتعامل مع المريض. طيب هو الالترا ساوند ده ايه؟ صوت صح؟ طيب سرعه الصوت في الهواء بص هنا عامله كام؟ طالعه 300،
ولكن سرعة الصوت في المصل طالعة كام؟ 1500. فمن هنا استخدم الصوت، احنا بنسمع من 16 هرتز لغاية 20,000 هرتز، ده اللي الأذن البشرية تقدر تسمعه. فوق كده اسمه الترا ساوند، تحت كده اسمه انفرا ساوند. الالترا ساوند ده اللي بيستخدمه الايه؟ الخفافيش. حد الخفاش بيسمع صوت انت ما تسمعوش، هو شغال زي الالترا ساوند بالظبط، بيبعت الموجة وتطلع له تاني فيعرف يحدد اللي هو الايه؟ التارجت اللي هو عايز يروح عليه. كويس اوي. احنا النهاردة عشان نعمل ايكو المريض، فاحنا عندنا مريض وعندنا دكتور وعندنا جهاز وعندنا سوفت وير وبروب وسيتنج والكلام ده. اول حاجه بالنسبه للمريض، يعني قبل ما يخش كده اتكلم معاه شويه، احنا هنعمل ايكو، هنحط البروب فين، هنكشف صدرنا ازاي، لما اقول لك نام على جنبك الشمال نام على جنبك الشمال ازاي، لان في كده شويه حاجات بتخليك تشد في شعرك وانت شغال. روح على جنبك الشمال يا حاج، يجي على اليمين. على ظهرك يا حاج، تلاقيه نام على بطنه. قدامك بقى لو انت عندك لسه 15 واحد، لو انت ما ظبطتش الحيط فانا دلوقتي بقى سستم، روح على الشمال بص على الحيطه واديني ظهرك، يعني بقى الاوردر كده ايه؟ كلير وواضح. ارجع على ظهرك زي ما كنت الاول، تمام؟ النقطه الثانيه، لو لقيت في ميل داخل عليك، وده خاص بقى بالدكاتره الرجاله لوحدها، لازم يبقى معاك نيرس شغاله معاك في المكان عشان تكون موجوده اثناء الفحص. ما ينفعش ان انت تكون موجود انت بتعمل ايكو لوحدها، لازم يبقى فيه نيرس موجوده معاك في الايه؟ في المكان. طيب بالنسبه للبوزيشن، في ناس احنا هنا في مصر المعظم بيخلي انت على يمين العيان، يعني العيان مديك ظهره هو نايم في الليفت لاترال بوزيشن وانت على يمينه وحط البروب وشغال. في ناس كتير بتحب انها تبقى على شمال العيان والعيان باصص لها، ويبقى اظرف شويه بالنسبه له ان هو يقدر ان هو يجيب كل الفيوز من غير ما يقعد يحضن على العيان ويبص على الجنب التاني. قدرت تشتغل من يمين العيان اشتغل، قدرت تشتغل من شمال العيان اشتغل. في ناس ليفت هاندد، الوضع التاني ده هيريحها جدا، هو بيقدر يتحكم في الجروب بالليفت هاند بتاعه. في ناس تانيه مش هتعرف، خليك على روتين. بس الوضع ده هينفعك قوي في الاوبيز، لان في الاوبيز فعلا انت ظهرك بتقطم، يعني ما يبقى مثلا البيشنت كده والكرسي كده والجهاز قدامك، فانت عشان تركب تجيب الايبيكال في الليفت لاترال بوزيشن حرفيا انت بتطلع عينك. فيعني ممكن لو انت ظبطت لنفسك ان انت تشتغل على الوضع ده هيريحك في حاجات كتير. تريك يعني ملهاش علاقه بالايكو، كنت دايما بتخانق مع التمريض كل مره اروح الليسته الصبح، يا جماعه ما تلزقوش الترول جنب الحيطه. ليه؟ لان انت في احيانا بيبقى الايبيكال فيو عند الاكزيلا، فانت ما تخليه ينام في الليفت لاترال بوزيشن، البروب هيخبط في السرير. لازم يبقى في سبيس بين السرير وبين الحيطه، بحيث ان انت لما ينام على جنبه الشمال تعرف تسقط البروب في السبيس تحت وتجيب الفيو كويس. هتشوفوا في حالات اورتيك ستينوزس الفيو فعلا ما بيجيش الا في عند الاكزيلا، ده هتجيبه ازاي والسرير ملزوق جنب الحيطه؟ فلازم يبقى في سبيس بين السرير وبين الحيط. وزي ما اتفقنا ان الاكسبيرينس، عمر اللي شاف حاله زي اللي شاف 10، زي اللي شاف 100 حاله، زي اللي بقاله 10 سنين بيعمل ايكو، زي اللي بقاله 30 سنه بيعمل ايكو، الاكسبيرينس بتفرق معاك. واصدق حاجه هي ال2 دي اللي انت شايفه بعينك، يعني مثلا تقول لي ايه الايجكشن فراكشن، السيستوليك فانكشن، اصدق حاجه بتطلعه الام مود ولا السيمسون؟ قال له لا دي ولا دي، عينك. لا ال2 دي لا السيمسون ولا الام مود، عينك. الاكسبيرينس انت تيجي تبص كده على الايكو تقول الاجكشن فراكشن ده كويس 60%، بعينك تبص على الايكو تقول ده 50%، بعينك تبص على الايكو تقول لا ده بيلعب في العشرينات. حتى لو انت مطلع الام مود كويس ومطلع السيمسون كويس، ممكن يطلع فلسز فيه ويطلع لك ارقام غريبه، تمام؟ فالاكسبيرينس هنا بتفرق. يجي لك عيان ام اي، عيان ام اي السبتم واقف والانتيرو رول واقف والحته البيزل هي هايبر كونتراكتايل، تروح انت جايب الام مود حاططها عليها ومطلع لي جاك بشكل 60%، عينك فين بقى؟ الديفايس ضحك عليك، تمام؟ طيب لازم تبقى انت وانت بتعمل الايكو مرتاح. يعني ايه مرتاح؟ يعني يبقى الكورس بتاعك كويس، الليفل بتاعه كويس، خاصه وانت تشتغل لسته كبيره،
وتحاول تمرن ايدك لو انت مش متعود ان انت تشتغل بالايكو، تمرن ايدك لان العضله دي في الاول بترعش. يعني لو انت شغال لسه تبص تلاقي نفسك على ايه، على ثالث حاله ايدك بتعمل كده بالظبط. فانت يعني ايه تجيب كوره كده تقعد تمرن ايدك شويه لو انت يعني ايه داخل على ماتش ايكو. كويس قوي. تعالى بقى الحاجات المهمه، البروب. انت داخل على جهاز سونار فيه 3 بروبات، فين البروب بتاع الايكو اللي هو الفيزد اري ده؟ انما ده الكونفكس ده بتاع الايه، ده بتاع الابدومينال الالترا ساوند، وده السوبرفيشال الالترا ساوند اللي هو الحاجات اللي هي السوبرفيشال. كويس قوي. حاجات انا كنت بقع فيها، اروح داخل على المركز منيم العيان وماسك البروب وشغله، ما اعرفش البروب ده بتاع ادلت ولا بتاع بيدياتريك، واقعد افعص في صدر العيان والصوره زباله. وبعدين تخش واحده تقول لي ايه ده يا دكتور انت ماسك البروب بتاع العيال؟ لا خد همسك البروب التاني ابص الاقي الدنيا اختلفت تماما. فلازم تبقى عارف البروب اللي انت ماسكه ده ادلت ولا بيدياتريك، تستخدم البيدياتريك البيدياتريك والادلت الادلت، ما تستخدمش ده في ايه في ده. وانت بتحط الجل ما تكيلش جل قوي، يعني شويه جل خفيفه كده تأدي الغرض. وبعد ما تخلص قطنه بصلاين كده ونظف البروب اخر اليوم، عشان لو البروب بتاعك يعيش عمر كبير، وبرضه لو مش بتاعك حافظ عليه علشان ما تبقاش انت بتأذي المكان اللي انت شغال بيه. انا شفت مره منظر مقزز، يعني الحد شغال ايكو جايب حرفيا طشت جل وبيجيب البروب بيغمس بيه الجل وبعدين يحطه على العيان. بعد ما خلص لقيت السلك بالبروب بالجلده كلها جل. طبعا ده حاجه ان اسيكال. يعني تعالى بقى للايكو بقى، يعني احنا عرفنا البروب وهننيم العيان ازاي وهنقعد معاه ازاي، عايزين بقى الايكو ده نظبطه ازاي. تيجي تقول ايه الاوبشنز اللي عندنا؟ اول اوبشن عندنا اللي هو البي مود او ال2 دي ايميجنج اللي انا قلت لكم انها ايه اصدق حاجه تشوفها بعينك، اللي هي دي 2 دي، ان انت شايف مثلا طول وعرض بس العمق انت ايه انت مش شايفه. حلو. بعينك كده تقدر ان انت تلقط كل الباثولوجي، تقول اه والله السيستوليك فانكشن كويسه، والله ده الاورطة قد الليفت اتريوم فكده الليفت اتريوم كويس، ده الميترال بيفتح كويس يعني مفيش ميترال ستينوزس، ده الرايت فينتريكولار اوت فلو تراكت واضح ان هو كويس. فبال 2 دي تقدر ان انت تلقط بعينك كل حاجة في الفيو قبل ما تحط حاجة تبقى انت عارف الباثولوجي فين. النقطة التانية بقى ان انت مثلا دلوقتي عايز تجيب ايجيكشن فراكشن بالام مود. ايه الام مود ده؟ قال لك ان الام مود بيحط لاين ويجيب لك الحركة في اللاين ده. يعني شايف اللي طلع تحت ده ايه؟ اللي طلع تحت هو اللي في اللاين بتاع الام مود، يعني جاب لك اول فوق الرايت فنتريكولار وول اهو الرايت فنتريكولار وول بس في البوينت دي، ما جابش دي ولا جاب دي، وبعد كده جاب الرايت فنتريكولار كافيتي اللي هو الاسود. دايما الدم بيبان في الايكو اسود، الوولز بتبان جراي. بعد كده ده السيبتوم، شايف السيبتوم قاعد بيتحرك بيجيب لك الموشن في نفس البوينت. وبعد كده الليفت فنتريكولار كافيتي ادي سودا اهي وسودا اهي، وبعد كده البوستيريور وول بيتحرك، وبعد كده الايبيكارديوم. يبقى احنا دلوقتي الام مود الهدف بتاعه انه يعمل ايه؟ ايفالويشن للحركه في لاين، لا قبليه ولا بعديه. يعني انا هنا مثلا في الام مود حد شايف ليفت اتريوم؟ حد شايف اورطه؟ مش شايفين حاجه، احنا كل اللي شايفينه ايه؟ اللاين، الحركه اللي ماشيه في اللاين دي. في عندنا كالر دوبلر. كالر دوبلر دوت بيشوف حركه البلد، ومتسيستم الجهاز ان لما حركه الدم تبقى في اتجاه البروب يعمل لك لون ايه؟ احمر، لما تبقى عكس البروب يعمل لك لون ازرق. يبقى نفترض ان احنا دلوقتي المريض ده البروب موجود عند الايبكس في الايبيكال فيو، مكان البروب دايما فوق، اللي مقابلنا ده الليفت فنتريكل وده الليفت اتريوم، وفي فلو ازرق بيمشي من الليفت فنتريكل للليفت اتريوم، وده ايه؟ مايترال ريجيرج. انما الاحمر اللي بيبان في النص ده اللي هو الايه؟ الانفلو العادي اللي هو بيجي من الليفت اتريم على الليفت فنتريكل. تمام. يبقى الكالر دوبلر الهدف بتاعه ان هو يشوف حركه الدم، حركه الدم في اتجاه البروب هيعملها لك لون احمر، عكس البروب هيعمل لك لون ازرق. على فكره ممكن تعمل سويتش للموضوع ده، يعني وانت مش واخد بالك كده ايه تروح نازل على زرار عامل سويتش تخلي الاحمر ازرق والازرق لا. طب تعمل ايه؟
تبص على السكيل ده، السكيل اللي فوق احمر يبقى في الاتجاه احمر، لو السكيل اللي تحت احمر يبقى انت عكست، تدور على الزرار اللي تعكس بيه الايه الكالر دول، عشان ما تبقاش انت عاكس وقاعد بقى بتعمل ايفاليوشن في حته خالص وانت مش واخد بالك. كويس. تالت حاجه اللي هي البالسد ويف دوبلر. ايه البالسد ويف دوبلر ده؟ برضو بيقيم حركه الدم في نقطه واحده، واجين لما حركه الدم تبقى في اتجاه البروب بيرسم لك ويف بوزيتيف، لما تبقى عكس البروب بيرسم لك ويف نيجاتيف. فبالتالي لو انا حاطط هنا البالسد ويف دوبلر عند بوينت بتاعت الميترال فالف، يبقى البوزيتيف ويفز دي اللي هي الميترال انفلو اللي هو جاي من الليفت اتريوم طالع فوق على الليفت فنتريكل، يبقى ده الايه الان فلو. طب لو انا حطيت البلس دول في نفس المكان وكان في مايترال ريجرج، المفروض الويف تبان ايه؟ تبان تحت. بس خلي بالك من حاجه، البلس دول دوبلر ده مسؤول ان هو يجيب الحاجات اللي شغاله بلو فيلوستي، يعني الحاجات الهاي فيلوستي هيخرب فيها. لو فيلوستي يعني ايه؟ يعني بيتحرك بسرعه بطيئه، يعني الدم بينتقل من الليفت اتريال للليفت فنتريكل بسرعه كبيره ولا سرعه صغيره؟ سرعه صغيره، ده ليفت اتريوم ورايح على الليفت فنتريكل. انما الميترال ريجيرج بينتقل من ليفت فنتريكل لليفت اتريوم بسرعه كبيره ولا صغيره؟ سرعه كبيره. اذا الميترال ريجيرج ما اقدرش اعمل له ايفالويشن بايه؟ بالبالسد ويف دوبلر. انما الميترال انفلو اعمل له بالبالسد دوبلر. طب نفترض هنا هنعرف في الفيوهات ان ده البلمونري ارتري، والدم بينتقل من الرايت فنتريكل الى البلمونري ارتري عكس البروب، فلما احط البلسد ويف دوبلر هنا هيرسم لي الويف نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف. ليه؟ لان البلمونري ارتري ماشي عكس البروب. تمام. انا ماليش دعوه بالاناتوما، ليا دعوه بمكان البروب فين والفلو اوف بلاد فين. كويس. اللي ما يفهمش حاجه يوقفني ونعيد تاني. يبقى البروب اهو حط البلسد ويف دوبلر بوينت عند البلمونري هنا، والفلو ماشي لتحت، فبالتالي الويف اترسمت لتحت، وعلشان دي لو فيلوستي لان رايت فنتريكول البلمونري ارتري يعني السرعه بطيئه يعني قليله، فالبلسد ويف دوبلر قدر ان هو يجيب لك الويف ايه؟ الويف كويس. طب نفترض الايه؟ بتاع ايه؟ البيج بانج جيبها بالكونتينوس، يعني لو هي السرعة عالية نجيبها بالكونتينوس، سرعة بسيطة نجيبها بالايه بالبلس دول، يعني تقدر تقولي نص واحد اللي هي بتلعب بقيت واحد. طيب بالنسبة لي الكونتينوس ويب ده بقى بيجيب لك الهاي فيلوستي بقى، يعني شايفين هنا الفيلوستي طالعة كام؟ يعني 6 متر في الثانية او 5 متر في الثانية، اللي هو يعني عمر البلس دول دوبلر ما هيجيب ده، البلس دول دوبلر هيجيب لك لغاية واحد نص 75 في اللي هي تحت الواحد، فوق الواحد عمره ما هيجيبها لك بالشكل اللي هو الايه الكلير ده. طب تعالى كده نشوف، ده ليفت فنتريكل وده ليفت اتريوم، وانا حطيت كونتينوس ويف دوبلر، كونتينوس ويف دوبلر بيجيب لك الحركة في اللاين كله مش في بوينت، يعني البلس ويف بيجيبها لك في بوينت لا قبلها ولا بعدها، انما الكونتينوس ويف بيجيب لك اي حركه في اللاين اللي انت حاطه من اول الايبكس لغايه الليفت اتريوم. فانا لو قلت لك ده كونتينوس دوبلر وده فلو ماشي من الليفت فنتريكل للليفت اتريوم، عرفت ازاي؟ ان هو لتحت صح؟ يعني نيجاتيف، يعني ماشي عكس البروب، يبقى ده يطلع ايه؟ مايترال ريجكشن. ايه الفلو اللي هيجي من الليفت فنتريكل للليفت اتريوم بسرعه عاليه ويبقى الكونتينوس ماشي نيجاتيف، يبقى المايترال ريجيرج. كويس قوي. بص بقى المايترال ريجيرج لما عملته بالبلسد ويف دوبلر باين لي ازاي؟ باين لي لاين كده ما اعرفش اوله من اخره، يعني لدرجه ان هو نزل لتحت وجاب البيز لاين من فوق، شايف السرعه هنا كام؟ واحد، يعني الماكسيمم بتاعها واحد نص واحد، مش 4 5 6 زي الكونتينوس، فعمر البلسد ويف دوبلر ما هيجيب لك المايترال ريجيرج كويس. يعني انت اهو اللي باين نزرق تحت ده المايترال ريجيرج لانه عكس البرو باين بالازرق، فلما حطيت البلسد ويف دوبلر لقط لي الانفلو كويس اللي هو من الليفت اتريال للليفت فنتريكل، بس العكس ما لقطوش كويس. ليه ما لقطوش كويس؟ لان دي سرعه ايه؟ سرعه عاليه. طيب حته بقى ايه يجي يقول لك احنا هنقيس
البيك فيلوستي. لازم عشان تقيس البيك فيلوستي لازم تبقى ان لاين ويز بلاد فلو، ما يبقاش البلاد ماشي كده وانت حاطط كونتينوس كده وتقول لك انا كده هقيس بيك جراديانت. يعني مثلا ده اولونتو، ده مثلا ابيكال فور تشامبر فيو، ده الرايت فنتريكل وده الرايت اتريوم، في فلو ازرق هنا، ده يطلع ايه؟ ايه؟ ها؟ ترايكاسبيد ريجيرج. كويس قوي، بس ترايكاسبيد ريجيرج ماشي اكسنتريك ولا كونسنتريك؟ اكسنتريك. بص بقى لما جيت احط عليه الكونتينوس، الكونتينوس ماشي كده والجيت ماشي كده، لما جيت حسبت البيك فيلوستي والجريدينت طلع البيك جريدينت كام؟ 34. طب بص بقى لما رحت دورت له من السب كوستال فيو، بص السب كوستال فيو باين نفس الريجيرج اهو، جيت احط الكونتينوس ويف دوبلر شايف البيك جريدينت طلع كام؟ 72. يعني انا لما حطيت الكونتينوس بشكل غلط مش ويز لاين مع الجيت طلع لي مايلد بالمونري هايبر تنشن، لما ظبطت الفيو وحطيت الكونتينوس ويف دوبلر راح عامل لي الترو بالمونري ارت بريشر. يعني البيج جريديان ده 72 لما تضيف عليه كمان 10 15، يعني انت بتتكلم في بالمونري ارت بريشر حاجه و80، يعني كارثه. تمام. في حاجه بقى اسمها تيشو دوبلر، ان كان الكالر دوبلر والبلسد ويف دوبلر والكونتينوس دوبلر بيشوفوا حركه البلد، فالتيشو دوبلر بيشوف حركه التيشوس، بيشوف حركه الايه؟ التيشوز، يعني بيشوف حركه الوول بتاع الليفت فينتركل، الوول بتاع الليفت اتريوم، اي وول يقدر ان هو يشوف التيشوز بتاعته. وهو نفس الكونسيبت، الفكره ان هو بيروح احنا بنحط بعد ما بندوس على الزرار بتاع التيشو دوبلر بنحوص الكيرسر بتاعتنا على التيشو مش على البلد بقى، على الوول اهو. فبالتالي لما الوول يتحرك عكس الايبكس هيبان لتحت، هيدي الحركه لتحت، لما يتحرك يمه الايبكس هيرسم الويف ايه؟ لفوق. طب انا عايز اسالك سؤال، اثناء الكونتراكشن اثناء السيستول مين اللي بيروح على مين؟ البيز بيروح على الايبكس ولا الايبكس تروح على البيز؟ البيز تروح على الايبكس. تعالى كده بص معايا تاني، حط بس لاين هنا كده اهو، مين اللي بيروح على مين؟ البيز بتتحرك تروح على الايه؟ على الايبكس. يبقى اثناء السيستول، اثناء السيستول في الايبيكال فور تشامبر البيز لما تتحرك على الايبكس اثناء السيستول يبقى ترسم ويف ايه؟ بوزيتيف. يبقى اللي فوق الاس ويف دي اللي هي السيستول ويف. طيب اثناء الدايستول هترسم ويف نيجاتيف اللي هي الاي برايم، والاي برايم اللي احنا هنبقى نحسب منها الدايستوليك فانكشن بعد كده. يبقى التيشو دوبلر ده بيشوف حركه التيشوز. يعني احنا لغايه دلوقتي شفنا، لغايه دلوقتي شفنا ايه؟ شفنا ان احنا عندنا 2 دي، وال 2 دي اللي هو اصدق حاجه تحكم بيها على المريض. بعد ال 2 دي قلنا لو احنا عايزين نشوف الموشن في وان لاين حطينا ام مود، بعد كده حطينا كالر دوبلر عشان نشوف الفلو بلوت هل ماشي في مساره الطبيعي ولا عكس مساره الطبيعي، هل في مايترال ستينوزس، هل في مايترال ريجيرج. وبعد كده حطينا البلسد ويب دوبلر عشان نقيم بيها حركه الدم اللي ماشيه بلو فيلوستي، وحطينا كونتينوس ويب دوبلر علشان نقيم حركه الدم ات هاي فيلوستي. طيب تعالى بقى نخش على الجهاز. الجهاز كل جهاز بيبقى ليه السوفت وير بتاعه، يعني انا عمري هنا في الكورس اقول لك السوفت وير بتاع كل الاجهزه ايه، مستحيل، كل جهاز ليه السوفت وير بتاعه. طيب المفروض قبل ما تخش على ليستا تبقى انت فاميليار مع الجهاز، يعني ما تبقاش العيان تحت ايدك وتقعد تدور زرار الام مود فين، تدور الكونتينوس فين. يعني انا مره اول مره اشتغل على السونوسكيب قعدت ادور ودعبس مش لاقي، يعني ادي بي الام ده اللي هو الام مود، البي دبليو ده اللي هو البلسد ويف دوبلر، السي في ام ده اللي هو الكالر ويف دوبلر، البي ده يرجعك تو دي تاني اللي هو البي مود. جيت هنا ابص في هنا حاجه اسمها زرار زوم لو انت عايز تزوم او تبعد الزوم شويه، في هنا حاجه اسمها ديبس، في حاجه اسمها فوكس لو انت عايز تفوكس على حته معينه، في هنا حاجه اسمها انجل ان انت لو انت عايز تظبط الانجل بتاع الحاجه، في حاجه اسمها انجل كوركشن هنعرفها ازاي في بعض الاجهزه.
السكيل بتاع الكونتينوس او البلسد او الكلر، البيز لاين لو انت مش شايف قعر الويف فممكن ترفع البيز لاين لفوق شويه عشان تجيب البيك بتاع الويف. قعدت ادور هنا على الكونتينوس ويف دوبلر مش لاقيه، اتصل يا جماعه الكونتينوس ويف دوبلر فين مش لاقيه، لغايه لما لقيته فين؟ لقيته فوق سي دبليو. فانت بقى لو شغال في لستة ومعاك 15 حاله بره قد انك تشد في شعرك وانت مش عارف السوفت وير بتاع الجهاز. السوفت وير تقعد مع المهندس اللي جاب لك الجهاز، اعرفني والله فين الزرار بتاعته عشان ابقى فاميليار معاه. عرفني اقيس ازاي؟ يعني انا جبت الام مود وعايز اقيس السيستوليك فانكشن، لو انت مش عارف هتجيب الايجكشن فراكشن على ال في تجيبها ازاي، هتقعد بقى تحط الدايمنشنز وتطلع الكالكوليتر وتحسبها. طبعا ده تايم كونسيومنج، لازم تبقى عارف تخش على السوفت وير ازاي. واحنا النهارده الاجهزه اللي جايه لنا هنعرفكم ازاي نعمل عليها القياسات بالسوفت وير بتاعنا. تيجي بقى ايه الحاجه الظريفه بقى النهارده اللي هو المفروض المحاضره اتعملت عشانها. يجي يقول لك انت بتظبط السيتنج بتاع الجهاز ازاي؟ لا حضرتك انا بفتح الجهاز وبشتغل بيه على طول. انا بقول للجهاز انت شغال ازاي؟ فبيفتح لي احط البروب واشتغل. عربيه اوتوماتيك. ده طبعا ما ينفعش، لازم في حاجه اسمها سيتنج تظبطها. السيتنج ده انا شخصيا ما كنتش بركز فيها قبل كده، بس لما بقيت اظبطها بلاقي الكواليتي بتاعت الايمج فرقت ان ذا سيم ديفايس، يعني جوه الديفايس نفسه لما اظبط السيتنج بتاعته ابص الاقي الدنيا اختلفت معايا خالص. توطي الفريكونسي ولا تعلي الفريكونسي؟ لا نوطيها. اني اسف الصوره باظت، لا نعليها. هو ايه موضوع الفريكونسي ده؟ قال لك ان الفريكونسي بتاعت الصوت هي عدد الويفز ان 1 سكند، يعني ادي ثانيه اهي عدد الويفز بتاعت الساوند ان 1 سكند. كل ما تزيد عدد الويفز يبقى الفريكونسي ايه؟ بتزيد، بس على حساب ايه؟ السايكل لينز، يعني الطول بتاع الموجه هيبقى قليل عشان تاخد عدد امواج كتير جوه الثانيه. طيب لما الفريكونسي تقل فالموجه تزيد، عدد الويفز قل بس الطول بتاع الموجه ايه؟ الطول بتاع الموجه زاد. طب بالذمه مين اللي يوصل اعمق، الموجه الطويله ولا الموجه القصيره؟ يعني انت رجلك 3 متر وواحدة رجلها نص متر، مين اللي يخطي خطوة حلوة؟ 3 متر، يبقى الموجة الطويلة هتخطي أعمق. طيب الموجة الصغيرة ولا الموجة الكبيرة اللي تجيب لك ريزوليوشن حلو؟ صغيرة. ليه؟ لأن الصغيرة بتفتفت لك كده، عارف أنت بتوع التجميل ياخد لك لير بلير ويظبطها فيطلع لك الجرح كده شكله حلو. انما اللي بياخد لك بقى ايه غرزه دايما يدور زي بتاع التنجيد كده بيطلع الجرح شكله ايه وحش. فكل ما كانت الفريكوانسي عاليه وعدد الويفز كتير فبالتالي هيقدر ان هو يلقط لك ريزوليوشن بوينت تو بوينت ديسكريميشن حلو، صح؟ انما لما تبقى الويف كبيره فهتاخد كده زي ما بيقولوا ايه بالبهاريز كده، يعني هتاخد لك باللوكش، فبالتالي هي هتوصل بنتريشن حلو ولكن الريزوليوشن هيبقى قليل. فبقول لك ان انت لما توطي الفريكونسي انت بتزود البنتريشن وبتقلل الريزوليوشن، لما تزود الفريكونسي انت بتحسن الريزوليوشن بس بتقلل البنتريشن. هتلاقي معظم البروبات يعني الفريكونسي بتاعتها بتبقى حوالي 3، يعني 3 ده بالنسبه للايكو احد الاوبتيمم بارامترز اللي هي بتجيب لك احسن بنتريشن مع احسن ايه؟ مع احسن ريزوليوشن. ولكن لو انت شغال بدياتريك في طفل تختار هاي فريكوانسي ولا لو فريكوانسي؟ هاي فريكوانسي، لان ده طفل انت مش عايز منه بنتريشن، انت عايز ريزوليوشن، ده انت القلب جنب البروب لازق في البروب، تمام؟ انما واحده قد كده هو 120 كيلو عايز لها ايه؟ ام الريزوليوشن بقى، احنا عايزين نوصل اصلا للقلب، عايز جود بنتريشن فتقلل الفريكوانسي على قد ما تقدر. لو انت جيب حجر كبير قوي وحقه الزلطه صغيره، الزلطه صغيره هتعمل لك ويفز صغيره والحجر الكبير ده هيعمل لك ويف كبيره، مين اللي هيمشي مسافه اطول؟ الحجر الكبير اللي هو هيعمل لك بنتريشن اكتر، انما الزلطه الصغيره دي ايه؟ يا دوبها كده هتعمل شويه ويفز حواليها وخلاص. حلوه.
اخش بقى ايه، ابص الاقي حد شغال، ده حاجه اسمها تايم جين كومبنسيشن، اللاين دوت طول، ابص الاقي واحد جايبها كلها يمين وشغال، يقول لك اصل كده 100 100، تلاقي الصوره كلها بيضه، ما انتش عارف فول من بلاد من اي حاجه، واحد تاني جايبها كلها شمال، واحد تاني جايبها في النص. هو ايه الصح؟ مش هو ده الصح، الصح في التايم جين كومبنسيشن ان انت المفروض ان الويب بتاعت الالتر ساوند كل ما بتمشي ديب كل ما بيحصل اتنويشن، يعني تضعف، يعني هي تجيب لك اول حاجه تقابلها حلو وبعد كده تضعف 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 زي ما انت شايف كده. احسن حاجه باينه هنا ايه؟ الايبكس، كل ما تمشي يعمل كده ما انتش شايف حاجه. لما تعمل الكومبنسيشن تقلل الجين اللي فوق وتزود الجين اللي تحت، فجابت لك الصوره بشكل حلو. يبقى التايم جين كومبنسيشن المفروض ان هو يتظبط بالشكل ده، اعلى جين هو اعمق نقطه تحت واقل جين هو اول نقطه فوق. ممكن بقى تجيبها شويه يمين شويه شمال بس تحافظ على اللاين دوت. شايف ده شكل الويف بعد وانت مش عامل اي كوركشن، وده شكل الويف بعد ما عملت اللي هو التايم ديبندنت جين، ان هو عمل لك كوركشن للصوره ووزع لك الريزوليوشن على الجهاز كله. فالتايم جين كومبنسيشن يتظبط بالشكل اللي احنا ايه شفناه ده. طيب كويس قوي. احنا دلوقتي الديفايس، احنا النهارده معانا سونوس كيت، والسوفت وير ده ان شاء الله هنشوفه على الاجهزه والمرضى ان شاء الله. هنمشي كده واحده واحده، هوريكم حاجات عمركم ما خدتوا بينها حتى اللي اشتغل ايكو قبل كده، بحيث ان احنا نعمل كوريكشن. احنا كل واحد عندنا كذا بارامتر بنلعب فيه. ايه البارامتر؟ الدبس، العمق اللي انا هشتغل عليه، وفي حاجه اسمها زوم، ان انا اعمل زوم على حته عايز ابص عليها، وفي حاجه اسمها جين، ارفع الجين اوطي الجين، وفي حاجه اسمها دايناميك رينج اللي هي قوه الالترا ساوند، تمام. في حاجه اسمها السيكتور، يعني ان انا اوسع الحته اللي بشوف فيها ولا ضيق الحته اللي بشوف فيها. هنمشي واحده واحده كده على الحالات واقول لك الصوره ممكن تحسنها ازاي. كويس، تعالى كده نشوف كده اول حاجه. تيجي تخش تبص تلاقي واحد جايب لك الصوره دي وشغال حلو، هتطلع داتا، بس انت نفسك كده قاعد حاسس الصوره مش حلوه. تيجي تبص هنا في ارقام عمرها حد بص عليها، حد بيبص على الارقام دي؟ محدش بيبص عليها. هنا مثلا في حاجه اسمها الفريكونسي اللي هي ال 3 و3 ل 4 و3، ده الفريكونسي اللي انت اللي الجهاز ظبطها لك دلوقتي. وفي هنا حاجه اسمها الجين مظبوط على 150، حاجه اسمها الدايناميك رينج مظبوط على 140. هناخد الثلاث ارقام دول من هنا. كويس، هنا في حاجه اسمها الفوكس، يعني الحته اللي انت عايز تبص عليها، وعمق الشاشه ده حاجه اسمها الدبس. يبقى انا دلوقتي حاطط القلب كله فوق، والفوكس حاطه معرفش حاطه على الرايت فينتريكل، ورافع الجين شويه، وعندي ارتفاكتس تحت، يعني الصوره مش اوبتيمم. انما ممكن بص زودت الدبس شويه، يبقى انا كده بعد ما زودت يعني قللت الدبس عملت ايه؟ خليت الصوره في الحته اللي انا عامل عليها شغال، بس ما سبتش فضه تحت الايه؟ تحت القلب. كويس، وجبت الفوكس نزلته عند الحته اللي انا عايز اشتغل عليها. تخيل انا لسه ما ظبطتش لحاجه في الجين ولا في الفريكوانسي ولا في الدايناميك رينج، ده نفس الارقام كل اللي فيها ان انا ظبطت الدبس وظبطت الفوكس. شايفين فرق الصوره؟ شايفين دي مكان دي؟ شايف دي؟ شايف الديسكريمينيشن بتاع السته من البوستيريور ومن الكافيتي؟ ونفس الارقام اهي، يعني هم ال 150 وال 140 ونفس الفريكوانسي، بس كل اللي فيها هنا ايه؟ ظبطت الدبس وظبطت الايه؟ الفوكس. تمام، يبقى دي اول ليسون احنا هنتعلمه النهارده اللي هو الدبس والفوكس. طيب تعالى كده نشوف، انا نفس الدبس ونفس الفوكس، ممكن تفتح الجهاز تبص تلاقي الجهاز بالشكل ده، الصوره وحشه قوي. تيجي تبص على الارقام هنا تلاقي الدايناميك رينج، ايه ده؟ ايه اللي موطيه كده؟ حد موطيه قبلي ولا حاجه؟ طالع 20، وانا المفروض يبقى 85، ناس مظبوطه 100 110 140، بس في الرينج ده. وحسب ما انت عينك شايف في ناس تبص تلاقي الحاله ظابطه معاه على 85، حلو قوي، واحد ظابط معاه على 110، عيان تاني يظبط معاك على 140، بس ما يبقاش الدايناميك رينج 20 وانت قاعد تدوس على صدر العيان عشان تحسن الصوره،
والصورة في الجهاز مش في البرو. طيب بص بقى لما عملنا حاجة تانية ظريفة، هنا الدايناميك رينج على كام؟ 320. شايف الصورة عاملة ازاي؟ كلها فاتحة. وايه ده؟ تقول لي ده في اللي فيه سموك، وروح نديله انتي كوجليشن. اللي فيه سموك يا عم حاج، ده انت اللي عندك سموك. تمام. فالمفروض ان انت تظبط الدايناميك رينج في الزون اللي هو يخلي لك الدم اسود، والولز ايه اللي هو الجراي، مش هقول لك وايت، اللي هو الجراي. طيب تعالى كده نشوف الصورة دي، هنا ظبطنا الدايناميك رينج على كام؟ على 80. شايف الدم طالع اسود ازاي وحلو، والولز باينه، والمايترال فالف باين، والمايترال باين، والفوكس كويس، والدبس كويس، والسيكتور بتاعي الى حد ما ايه معقول. تمام. اللي عايز يسأل على حاجه واحنا في النص يسأل كويس. وهنا لازال الجين على ايه؟ على 140. بص هنا ممكن تخش تشتغل تبص تلاقي الجين حد موطيه قبلك على 40، على الرغم من الدايناميك رينج 140، الا ان الجين حد موطيه وما انتش شايف على الصوره. نام على جنبك يا حاجه وتدوس عليها، صدر يا دكتور مش عارف ايه. وهو المشكله في السيتنج بتاعت الجهاز، انت محتاج ترفع الجين شويه كويس. بص هنا بقى ايه، اخش الاقي حد شغال بالشكل ده، الجين على 250، وال بي سموك، واورتك سموك، وسموك في كل حته، وشغال على هذا الوقت. لا يا باشا، ما فيش حاجه اسمها كده. اظبط الجين، اظبط الدايناميك رينج، اظبط الفريكوانسي، بحيث ان انت تشتغل كويس. ايه اللي بيظهر في النص دي؟ دي تمشي انها تكون ثرومبس. دكتور محمد بقى هيقول لنا على الحاجات دي. دي حاجه اسمها ارتفاكت كده ممكن من اللنج. اصلا هو الفكره كلها ان هو البروب بيجيب لك اي حاجه في وشه. فانت القاعده بتاعت القسطره ان اي حاجه بتتحرك مع بعض يبقى هما جنب بعض، اي حاجه بتتحرك مش مع بعض يبقى هما ايه مش موجودين مع بعض. فالعيان ده لما قلت له، بس انا نسيت اعمل لها ريكورد، لما قلت له وقف نفسه فالبتاع دي ما عادتش موجوده، فده شادو موجود من اللنج يعني. طيب تعالى كده بص، شايف الجين بقى 125 اهو، ظبطناه شويه. الدايناميك رينج يعني ممكن يبقى عالي شويه بس معقول يعني في الاوبتيمم رينج. الفريكوانس كويسه، الفوكس كويس، ده انت كمان الفوكس ده ممكن تزوده، يعني تخلي الفوكس نفسه يغطي مساحه كبيره ويغطي مساحه صغيره على حسب الحته اللي انت شغال عليها. الجين يعني الجين بيظبط 100 110، 80 في الحدود دي، 140 130، بس لا متينات ولا عشرينات وخمسينات. وكل عيان ليه الجين بتاعه، يعني في عيان بيظبط على جين قليل، عيان بيظبط على جين كبير. كل عيان لازم تظبط السيتنج على العيان بتاعه، كل حاجه، جين، دايناميك رينج، فريكونس، الدبس، الفوكس، السيكتور، كل يتظبط على كل العيان. انت بتبقى شغال عيان ويبقى الدنيا اوبتيمم وما غيرتش في السيتنج، تحط على عين تالت تلاقي قلبه متشعلق فوق، يبقى صغير، حجمه صغير قوي، فده هتشتغل عليه بنفس السيتنج ازاي؟ لازم تزود الدبس وتزود الفريكونسي عشان تحسس الريزوليوشن والكلام ده كله. طيب بص بقى الكالر، احنا دلوقتي حطينا الكالر دول بقى اهو، ظابطين الجين على 110 والدايناميك رينج معقول على 140، الفريكونسي كويسه، الفوكس كويس، الدبس كويس. بس المشكله بقى خلي بالك، الكالر حاطط كالر على كل حاجه، موسع لك الحته اللي انت بتعمل لها ستادي. فانت ممكن تقول لي ايه ده، بص ده انا حاسس في اس دي هنا، في اس دي. انت ما تحطش الكالر على الجهاز كله وتقول انا عايز اشتغل، لا، انت المفروض تفوكس على الحته اللي انت عايز تعمل لها ستادي. بص هنا مثلا، هنا انا عملت فوكس بس الجين بتاع الكالر ايه ده، هو الكالر ليه جين؟ الكالر ليه جين، يعني ممكن ترفع الجين بتاع الكالر وتوطي الجين بتاع الكالر. شايف لما زودت الجين انا عملت فوكس على الاورطه، بس ايه الاليجن ده؟ مش شايف حاجه. ليه؟ لان انا رافع الجين بتاع الكالر قوي. طيب تعالى كده بص في دي، هنا بقى ظبطت الجين بتاع الكالر على 100 وعامل فوكس على الاورطه، فبالتالي الصوره طالعه لي كده نظيفه. لو في اورتك ريجرج هشوفه، لو في اورتك ستينوزس هشوفها، فاهم؟ انما ما بقاش حاطط الكالر سيكتور على الجهاز كله وكله بقى ايه زي بعضه بقى، فاهم؟ طيب ايه رايكم في الصوره دي؟ ها الفريكوانسي ايه؟ كويس. الجين يعني معقول.
الديناميك رينج معقول، الدبس معقول، الفوكس معقول. بص بقى لما قللت السيكتور الريزوليوشن حسن احسن واحسن. يعني بدل ما بقول للبروب والنبي هات لي الحته دي كلها، بقول له النبي اعمل لي فوكس على الحته دي. راجع كده اللي هنا مثلا في حاجه اسمها الفريم ريت. الفريم ريت هنا ايه؟ 50. هنا الفريم ريت بقى كام؟ 78. مجرد بس ان انا ايه؟ عملت قللت الحته اللي انا بعمل فيها استادي عشان ازود الريزوليوشن بتاع الايه؟ بتاع الحته اللي انا عايز اشتغل فيها بس. طيب هنا ايه رايكم؟ الصوره هنا اخبارها ايه؟ الفريكونسي كويس، الجين كويس، الديناميك رينج كويس، الدبس كويس، الفوكس كويس، تمام؟ والسيكتور كمان كويس، والفريم ريت معقول. ايه رايكم هنا؟ هنا الجين زياده شويه، يعني ممكن توطي الجين تخليه 140 130، هيظبط معاك. حتى كده تحس ان في برضو ايه شادوز بدات تطلع لك جوه في البلاد، جوه في الحته اللي هي ما ينفعش تبقى بيض. ده مثلا شورت اكسس، شورت اكسس فيو، انا عايز اشوف في الاورتيك فاليو كويس. في بعض الحاجات تقعد تقلب في العيان علشان تجيب تعرف هو بايكاسبيد وترايكاسبيد. طب في فيجيتيشن ولا ما فيش فيجيتيشن؟ في اوبشن بقى اسمه الزوم اوبشن. يعني ايه الزوم اوبشن؟ يعني شايفين الصوره دي وشايفين الصوره دي، تزوم على الحته اللي انت عايز تشتغل فيها، فتكبر لك كده واي سمول ديتيل تبص عليها وتشوفها. فالزوم اوبشن لو انت عايز تجيب حاجه صغيره تعمل لها ستادي، تعمل زوم عليها بحيث ان انت تحسن الريزوليوشن بتاعها. يعني ده ترايكاسبيد ولا بايكاسبيد؟ ترايكاسبيد. ده مثلا ايبيكال فور تشامبر فيو. ايه المشكله هنا؟ ايه الغلط هنا؟ ليه؟ ليه؟ الفوكس فين؟ متشعلق عند الايبكس. لا، انزل بالفوكس عند الحته اللي انت عايز تعمل لها استادي. الجين يعني على الرغم الجين عالي والديناميك رينج معقول، الا ان ما فيش حاجه ظاهره. بص بقى لما ظبطنا الفوكس، انا ما عملتش حاجه غير ان انا بس نزلت الفوكس على الحته اللي انا عايز اشتغل عليها، الدنيا بقت احسن واحسن اهو. صح ولا لا؟ تمام. طيب كنت بتظبط ايه الفوكس اللي ده؟ طيب بص بقى لما عملت زوم، لما عملت زوم بقى انا عايز اعمل وول موشن، عايز استضي الول موشن، طلع بقى اللفت اترا من الموضوع. طب انا عايز اعمل سيمسون، ما تجيبش بقى القلب كله وتقول لي سيمسون، زوم لي على اللفت فنتريكل عشان تعرف تشوف الاندوكارديال ديسكريميشن بتاعك، وتظبط الدنيا وتظبط الفوكس وتظبط كل حاجه. بص انت في الاول لما بتيجي تتعلم سواقه العربيه، تقعد على الكرسي تدور على الفتيس وتدور على الدبرياش وتدور على البنزين. انا واحد بتكلم 3 4 زراير، ترك ترك ترك، الصوره ظبطت وتشتغل، فاهمني؟ ما تقعدش بقى انت برضه عايز اقول لك ان انت في بالاكسبيرينس بعد كده ما بتبقاش بتدور على الكواليتي بتاعت الايمج قوي. يعني انت خلاص طب حطيت البروب، عرفت ان العيان ده نورمال. انا حتى لو مش عارف تجيب صوره كويسه اعرف ان هو نورمال. انما في الاول لازم تحسن الريزوليوشن عشان بقى ايه قيل وقال، يا ترى ده ليفت ايبيكال ثرومبس، هدي ماريبان ولا مش هدي، فاهم؟ طب ده سموك ولا مش سموك. فلازم يبقى معاك اوبتيمم ايمج في الاول عشان تبقى شغال كويس. ايه رايكم في الصوره دي؟ ايه الغلط فيها؟ يعني الجين 170 ده ينفع نقلله شويه كده عشان الدنيا تبقى ايه كلير. انا شايف في سموك كده ومش حاجه مظبوطه. الفوكس يعني ممكن تنزله تحت شويه لو انت عايز تشوف الليفت اتريوم. بص لما الفوكس نزلته تحت الليفت اتريوم بان ازاي، رغم ان هي نفس الديفايس بنفس البروب بنفس الاوبريتور بنفس العيان، بس كل اللي فيها ان انا والجن نزلته شويه على 160، فالدنيا بقت راقت احسن. اجي الموضوع اللي هو الزوم، يعني هنا انا مش قادر يعني القط الليفلت بتاعت الاورتيك فالف. لما جيت عملت زوم الدنيا بدات انها تبان والليفلت تبان، ولو في اي باثولوجي فيها هقدر ان انا القطه بكل سهوله. وشايفين الفوكس بيزود معاك برضو الايه الحته اللي انت عايز تعمل فيها استادي. بس هنا الجين 160، لو نزلت الجين شويه الصوره هتبقى احسن واحسن.
شايف برضو اجين دي على الفوكس. لو انا بصطاد المايترال فيلف تمام، شايف لما عملت فوكس المايترال فيلف بقى احسن واحسن، بقى شايف الليفلت وقادر ان انا القط اي حاجه تبقى موجوده فيه. ايه المشكله في الصوره دي؟ ده سب كوستال فيو، احد الفيوز اللي احنا بنشوف فيها الانترسيتيال اي اس دي، اتريال سيتال ديفكت. ده الرايت اتريوم وده الليفت اتريوم وده السيبتوم. الصوره وحشه ليه؟ اولا ايوه شايف الفوكس فين؟ فوكس والصوره بعيده. طيب بص لما نزلت الفوكس تحت الصوره بقت احسن شويه، بص لما زودت الزوم بقت احسن واحسن، ده انا بقيت شايف كمان الفصه اوفالد ما شاء الله، والسيبتوم والدنيا قدامي ايه كويسه وكلير. فتظبيط السيتنج ده هيفرق معاك جدا في الايكو خاصه في الاول. ايه المشكله هنا؟ دايناميك رينج، صح دايناميك رينج 20، فعشان كده الصوره مش واضحه، يعني قوه الالترا ساوند كده ايه قليله. هنا الدايناميك رينج 80 فالدنيا احسن، ظبطت اهو. نفس البروب نفس العيان، انت بتلعب في زراير، ممكن واحد يعني عايز يعمل فيك مقلب او يعني متضايق منك قبل ما يمشي يروح مبوظ لك الجن على الدايناميك رينج على السيكتور على الفوكس ويخليك تقعد في اول حاله ساعه. لا اظبط الدنيا وتبقى عارف تظبطها ازاي. ها ايه المشكله هنا؟ الدايناميك رينج كام؟ 290. سموك في كل حته، اللي بيسموك واللي اسموك واورتك سموك، هتطلع العيال بسموكات دي كلها في الريبوت. اول ما يروح لواحد تاني يظبط السيتنج هيجرسك على طول. ايه رايك هنا؟ الدنيا يعني الى حد ما معقوله، بس بالاي بولينج كده لما اجي اقول لك العيال ده نورمال ولا مايوباسيك؟ مايوباسيك. وتقدر تقول لي كمان انه تلاتينات 25% عينك. شوف بقى لو انت رحت جايب ايه مستقصد الحته الكونتراكتايل دي على الحته الكونتراكتايل دي وحطيت فيها الام مود، تقول لي الام مود مطلع لي 50%، ده بريزيرف سيستوليك فانكشن. بريزيرف ايه؟ ده عيان خلاص. هنا بص قللت الجين شويه، زودت الدايناميك رينج شويه، الدنيا يعني ايه الى حد ما ظبطت. شايف الايبيكال؟ الجيم معقول، الدايناميك رينج معقول. هو ممكن يكون عمل رياضه في الكورس كده، في عيال كتير بتكون ماسك 30 و40 اقل من 30 و50، اللعبه مش كومبليت حلو، كويس قوي. ويدعيك كويس وهو 30 32 وكلها بقى الشغل وبرجع وكويس. والله هو بتفرق من واحد للتاني على حسب الكومبنسيشن. ايه؟ لا هو ده حاجات عظيم جدا. في اسم كمان؟ انا يعني لاحظت ملحوظه في الحته دي شويه، ان مش السيستوليك فانكشن لوحده هو اللي بيفرق معاك على قد ما بيفرق معاك السيستوليك والدايستوليك. يعني العيان اللي متهربت ده اللي سيمتومز عنيفه هتلاقي عنده ال في دايستوليك ديس فانكشن جريد 3 وسيستوليك ديس فانكشن 35% وسيفير بالمونا هايبر تنشن وسيفير تراكاسبيد ريجيرج وكونجستد ليفر، ده خلاص مش هيروح الشغل ويجي زي ما انت بتقول. انما واحد سيستوليك فانكشن 35% بس لسه المايوكاردم مش ستيف وفايبروتيك ومفيش ال في سيرفيس فانكشن عالي والبلمونر ارت بريشر مش عالي قوي، يعني شايف العيان اللي احنا شفناه ده كان البلمونر ارت بريشر كام؟ 85. العيان ده كان في بلمونر دي، يعني ده كان العيان اصلا اورثوبنيك وانا شغال عليه. فمش الايجكشن فراكشن بس هو اللي بيقدر ان هو يحدد لك الموضوع. طيب دوت احنا قلنا ان الدنيا ما شاء الله كويسه، بس شايف انت في حاجه هنا بتظهر، بس دي ماشيه مع الهارت بيت، ماشيه مع نفسه. لما اقول له وقف نفسه هت ايه هتختفي عشان ما يجيلكش تهيؤات وتقول ده دي ثرومبس ولا حاجه. لازم تبقى ماشيه مع الهارت بيت جوه القلب عشان ان انت تقدر، ما فيش ثرومبس هتقعد في الكافيتي كده متسنطره ما مش بتلط طول، دي عمرها ما هتحصل. بص بقى لما زومت انا عايز اشوف بقى اول موشن ابنورماليتي، بقى رحت مزوم بقى على الحته بتاعت ال في ومظبط الرينج والجين والدايناميك. شايف الجين هنا 80 الدايناميك رينج 110، بقيت شايف ان اللاترال وول واقف خالص ما بيحصلش سيكننج فيه، السيبتم بيحصل فيه مايلد سيكننج. فتقول اه ده العيان ده كده يمشي ايه اسكيميك مش دايليتد كاردو مايوباسي مثلا، هنعرف الحاجات دي لتر اون.
طيب بص بقى، وانت عامل زوم وتحط كالر، يا سلام، تيجي تقول لك احسن فينا كونتراكتا، وانت القلب قد كده اهو وحط الكالر على القلب كله، وتقول لي احسن فينا كونتراكتا، انت مش هتشوف حاجه. انما اما تزوم كده على الميتر فالف وتجيب الكالر فلو بالروقان دوت، تقدر انت توقف فعلا تجيب تقيس الفينا كونتراكتا وتقول ان ده مودريت ولا سيفير ولا مايلد ميتر ريجرشن. ان انت تزوم على حاجه، ده اوبشن موجود في الجهاز هيحسن لك الكواليتي اوف ايمج. ده مثلا مثال تاني، بس رفعت الجين على 105 فمبين لك هنا ان في ايه، سموك في ال ال دي. انما لو نزلت الجين زي ما كان على 80 الدنيا هتبقى رايقه معاك. شايف هنا الجين 100، الجين 105، دايناميك رينج 110. ايه دي بقى؟ سرومبس. شايف السرومبس بتتحرك مع القلب ولا ما بتتحركش؟ تتحرك، يعني ماسكه في الايبكس، وكمان جنبها حته اكاينيتك مش شغاله، فبالتالي انت مش زي الارتفاكت اللي انت شفته التاني اللي قلت العين وقف نفسه والارتفاكت راحت. لا، ده دي حاجه لازقه في القلب بتتحرك مع القلب وموجوده في تو فيوز وفي حته اكاينيتك، يعني انت بتجمع البازل عشان تقول في الاخر ان دي ايه؟ ان دي سرومبس. كده يعني احنا يعني عملنا السيت اب بتاع الجهاز بحيث ان انت لما تقعد تبقى انت قاعد مرتاح، العيان مرتاح، الجهاز مرتاح، البروب مرتاح، وتبقى انت دلوقتي ريدي ان انت تخش بعنف بقى وتعمل الايكو، تعرف الفيوهات وتعرف كل حاجه. اشكركم. لو حد عنده اي سؤال يقول، اي حد عنده سؤال في السيتنج؟ طيب سؤال، حد كان عارف اللي اتقال؟ كام واحد كان عارف اللي اتقال وبيطبقه؟ طب كام واحد ما كانش عارف؟ طب كويس، انا بحسب ان انتم مكسلين ترفعوا ايدكم. شكرا يا جماعه.